بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، طلابي الأعزاء، طلاب صف رابع ابتدائي، اليوم إن شاء الله سوف نشرح درسا جديدا من دروس مادة الحديث للصف الرابع الابتدائي، وهو بعنوان فضل السلام. فضل السلام، سوف نأخذ اليوم درس فضل السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذا هو حديث اليوم. أتعرف على معاني الحديث. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي أن يدخل أحد الجنة إلا إذا كان مؤمنا، فالإيمان شرط لدخول الجنة، بمعنى أنه لا يدخل أحد الجنة إلا إذا كان مؤمنا. لا يدخل الجنة يا شباب إلا المؤمن بالله سبحانه وتعالى وبسيدنا محمد. فالإيمان شرط من دخول الجنة، شرط من شروط دخول الجنة. بالنسبة لأركان الإيمان يا شباب، بالنسبة لأركان الإيمان، أولا عندي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى هذه هي أركان الإيمان الستة. قلنا: واحد، الإيمان بالله، اثنين وملائكته، ثلاثة وكتبه، أربعة ورسله، خمسة واليوم الآخر، ستة والقدر خيره وشره. هذه يا شباب نسميها أركان الإيمان الستة. طيب، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. النبي صلى الله عليه وسلم ينفي صفة الإيمان عنا حتى يكون الحب هو السائد بيننا، بمعنى والرسول صلى الله عليه وسلم ينفي أيضا أن يكون الشخص محققا الإيمان الواجب وهو لا يحب إخوانه المسلمين، لأن الحب في الله هو أوثق عرى الإيمان. بمعنى النبي بينفي، يقول أن المسلم الذي لا يحب إخوانه المسلمين هذا إيمانه ناقص، وينفي عنه صفة الإيمان، يقول أنه ليس بمؤمن. لذلك لابد للمسلم أن يحب إخوانه المسلمين حتى يكون مؤمنا إيمانا صحيحا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل السؤال هذا للصحابة ولنا حتى يثير الانتباه، وأن السبب المهم في تحقيق المحبة هو أفشوا السلام بينكم، بمعنى أن يكثر المسلمين من إلقاء تحية الإسلام بينهم، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما قابلت أي أحد من المسلمين لا بد وأن تلقي عليه تحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن الإنسان، لأن المسلم عندما يلقي تحية على أخيه المسلم فهو بذلك ينشر بينه وبين أخيه المسلم المحبة والمودة والسلام. فالتحية، تحية الإسلام، سبب لزرع المحبة والمودة بين المسلمين. إلقاء التحية بين المسلمين هي السبب الرئيسي لزرع المحبة بين الناس وزرع السلام بين الناس. والآن يا شباب نريد أن نتعرف على الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا الصحابي الجليل سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. ما هو اسمه يا شباب؟ اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. يبقى اسم سيدنا أبو هريرة، أبو هريرة ده
اللقب اللي هو مشهور به واللي كان معروف به، لأنه كان يضع هرة على في كم ثوبه، فاشتهر بين الناس بأبو هريرة بأبي هريرة. صفاته أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر صحابي روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم دعا سيدنا أبو هريرة أن يجعل الله سبحانه وتعالى حافظا، وأن يعطيه ذاكرة قوية في الحفظ، فكان يحفظ عدد كبير جدا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث. ولأنه كان مجتهدا في ذلك، كان أكثر الصحابة اجتهادا في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يغيب عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكرر ويعيد ما يسمعه حتى يحفظه. كان أكثر الصحابة مجالسة للنبي، كان أكثر صحابي يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وكان يردد كثيرا ما يسمعه من النبي حتى يحفظه تماما ولا ينساه. نشاط واحد يا شباب، كيف يكون السلام سببا في دخول الجنة؟ كيف السلام يكون سبب في دخولي أو دخول أي أحد من المسلمين الجنة؟ أولا، إذا أفشيته بيني وبين الناس فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تؤجر عليها 30 حسنة، 30 حسنة عندما تلقي السلام على أخيك المسلم. إذا ألقيت السلام على جميع من تقابل من الناس، كل ما تقابل أحد من المسلمين وتلقي عليه السلام تأخذ 30 حسنة، وبذلك تجمع حسنات كثيرة جدا، وتكون هذه الحسنات الكثيرة التي تجمعها عندما تلقي السلام على الناس، تكون هذه الحسنات سببا في دخولك الجنة. بالنسبة لي نشاط 2 يا شباب، عندي بالنسبة لي نشاط 2 عندي، يقول لي ما رأيك في هؤلاء وما التوجيه المناسب له؟ أولا، من يسلم على الكبير ويترك الصغير؟ الشخص الذي يدخل في أي مكان فيسلم على الكبار ولا يسلم على الصغار، ماذا تقول لهذا الشخص؟ أولا تقول له ها خالف السنة، فالسلام يكون على الكبير والصغير، هذا شخص مخالف للسنة، ولا بد أن يلقي السلام على الكبير وعلى الصغير، لا يسلم على الكبار فقط بل يسلم على الكبار وعلى الصغار. ثانيا، من يبدأ بالكلام قبل السلام، الشخص الذي يبدأ بالكلام يدخل على الناس ويبدأ بالكلام مباشرة دون أن يلقي السلام، ماذا نقول لهذا الشخص يا شباب؟ تصرف غير صحيح، فالسلام يكون قبل الكلام. أقول له هذا تصرف غير صحيح، ولا بد أن يبدأ بإلقاء السلام قبل أن يبدأ الكلام مباشرة. من يترك السلام عند الانصراف، من يترك السلام عند الانصراف، ماذا أقول لهذا الشخص؟ أقول له ها تصرف غير صحيح، فالسلام عند اللقاء وعند الانصراف. طبعا هذا شرط تصرف غير صحيح، لابد أن ألقي السلام عندما أقابل الناس وعندما أنصرف، عند اللقاء وعند الانصراف أقول السلام. طيب، من يسلم على من يعرفه فقط، إنسان يسلم على الناس الذين يعرفهم فقط، طبعا ده تصرف غير صحيح، فإلقاء السلام على من أعرف ومن لا أعرف، سواء هذا الشخص تعرفه تلقى عليه السلام عليه السلام، وهذا الشخص لا تعرفه لابد أن تلقي عليه أيضا السلام، فالسلام تلقيه على الشخص الذي تعرفه والشخص الذي لا تعرفه، تنفيذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لي الواجب يا شباب، إن شاء الله سوف تقومون بحل التقويم
الموجود على الدرس. وفي نهاية الدرس أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.